عبر الهاتف المقدم عادل الدوسري مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور. سيد عادل، يعني هل لك أن تضعنا في الخطة المرورية المزمع تنفيذها غدا بإذن الله تعالى في إطار استقبال بطولة الرجل الحديدي؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهدين الكرام. احنا في الحقيقة طبعا خطة الإدارة العامة للمرور بتكثيف عدد كبير من ضباط ورجال مرور على جميع النقاط اللي انذكرت، وهناك بعض التحويلات الجزئية اللي أكثر تحويل جزئي يمكن اللي يشهد جسر الشيخ عيسى بن سلمان في اتجاه المنامة. سوف تقوم الإدارة العامة للمرور بتغيير مسار حركة المرور للقادمين من منطقة المحرق على خليج البحرين وعلى شارع الفاتح. نعم. يعني سوف نقلق جزئي مهوب كليا. نعم. على شارع الملك فيصل. هذه بعض الأشياء اللي يعني المهم أن الناس أو مستخدمين هذا الطريق أن يعرفون هذه الجزئية اللي احنا ركزنا عليها، أن احنا ما نبي سيارات تمر في هذا الشارع. طيب، لكن يعني الطرق البقية يعني سالكة، يعني المرور فيها بطبيعة الحال يكون طبيعي أو أن هناك نعم أغلب الشوارع أختي بيكونون مفتوحة، لأن احنا حجزنا مسار واحد للمتسابقين. يمكن في بعض التقاطعات يكون تحويلهم إجباري على جهة اليمين أو على جهة اليسار، ولكن ما في قلق كليا. طيب، هل هناك يعني ساعات معينة لهذه التحويلات المسارية في الطرق؟ احنا بنبدأ التحويلات من الساعة 6 صباحا، لأن الساعة 6:20 بيبتدي السباق، فلا بد ان احنا شوي قبل بفترة بسيطة نسكر هذه الأشياء أو نحول الحركة المرورية على أساس ان لمستخدم الطريق يكون عنده واضح حق الامور اللي التقاطعات اللي فيها بعض التحويلات الجزئيه. نعم. ولا تحويلات وليست قلق كليا. نعم، يعني من الساعه 6 صباحا الى الساعه 11:30 صباحا في نفس اليوم. تمام. طيب، هل هناك اي ارشادات على المستخدمين مستخدمين الطرق يعني اتباعها خلال ساعات السباق؟ يعني احنا نتمنى من طبعا مستخدمين الطريق اهم شيء التعاون مع رجال المرور والمنظمين اللي يتبعون اللجنة المنظمة للسباق ورجال الأمن الموجودين المنتشرين على جميع نقاط السباق. هذه لابد أن يكون تعاون تام على أساس احنا طبعا ننجح في انسياب الحركة المرورية وينجح السباق وعدم التداخل على مسارات السباق، لأن احنا يعني من الإدارة العامة للمرور اليوم الساعة 10 بنبدأ وضع الكوينزات أو المطاط على نقاط السباق بالكامل. نعم. لغاية الساعة 3 صباحا. طيب، فاحنا نتمنى من الجميع التقيد بالأنظمة والقواعد المرورية على أساس أن احنا ونتجنب شارع الملك فيصل إذا ما كان لك حاجة فيه، يعني كمستخدم طريق. كل التوفيق المقدم مع عادل الدوسري مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور. شكرا جزيلا لك على